طيب نروح مع حضراتكم لموضوع تاني ومسألة الحقيقة يعني الدولة المصرية يعني أنهت عليها بشكل كبير، وهي مسألة فيروس سي. وإحنا بنتكلم دلوقتي إنه كمان بقينا بنعمل فحص داخل المدارس على الأطفال للكشف عن فيروس سي، والكلام ده بيحصل للسنة الرابعة على التوالي. بيتم تنظيم مبادرة للكشف المبكر عن فيروس سي ما بين طلاب الإعدادي، وده وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أيام لطلاب الإعدادية، وده لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي. المبادرة فحصت 1,093,000 طالب ووفرت العلاج بالمجان للطلاب المصابين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي. صباح الخير عليك يا دكتور. ويعني بنتكلم من المبادرة دي للسنة الرابعة على التوالي، لو نعرف بالمقارنة بالسنين اللي فاتت النتائج عاملة إزاي بعد هذه الجهود الكبيرة اللي بتقوم بها الدولة لمكافحة فيروس سي. صباح الخير يا استاذه غدير، بصبح على حضرتك وعلى الساده المشاهدين جميعا. اهلا بسيادتك يا فندم. زي ما حضرتك ذكرتي، بناء على تعليمات فخامه رئيس الجمهوريه، السنه دي هي السنه الرابعه لفحص طلاب الاعدادي في بفيروس سي. طبعا السنه دي الاعداد اقل كتير جدا من السنه اللي فاتت. احنا فحصنا لغايه امبارح 1,142,360 طالب في المرحلة الأولى إعدادي، نسبة الإيجابية فيهم لم تتعدى 9%. طريقة الفحص في العمر ده بتكون إيه يا فندم؟ إحنا بنبدأ الفحص في المدارس بالتحاليل السريعة، بالكشف السريع، بالكواشف السريعة، وإذا ثبت إيجابية أي حد من الطلاب بيتم تحويله للجان الكبد المنتشرة في الجمهورية كلها وعددها 24 لجنة. بيتم بعد كده عمل فحوصات متقدمة للتأكد من إصابة الطفل بفيروس سي، وإذا ما تم ثبات الإيجابية بيتم إعطاء العلاج بالمجان. طيب هل عندنا إصابات؟ احنا بنتكلم في أننا فحصنا 1,093,000 طالب، هل عندنا حصيلة أو إحصائية لإثبات أو تابوت إصابات لعدد من الطلاب؟ احنا فحصنا 1,142,360 لغايه امبارح. الايجابي فيهم نسبه 9%، عددهم 1,109 طالب، وتلقى العلاج بالفعل منهم 550 طالب، والباقي تحت الفحوصات المتقدمه استعدادا لتلقي العلاج. عظيم. طب المبادره انتهت يا فندم ولا لسه شغاله؟ لا، المبادرة مستمرة، ولو حتى الترم الأول خلص احنا مكملين للترم الثاني كمان إن شاء الله لغاية ما ننهي كل الطلاب. المستهدف عندنا 2.5 مليون طالب في المرحلة الأولى الإعدادي، فاحنا مستمرين لغاية ما نخلص المستهدف كله إن شاء الله. هل بيسبق المبادرة حملات مثلا للتوعية داخل المدارس سواء من قبل المدارس نفسها أو من قبل وزارة الصحة؟ أكيد طبعا، في تنسيق عالي جدا ما بيننا وما بين مديرية التربية والتعليم في المحافظات، في جلسات تحضيريه وفي محاضرات بتتم عن طريق المشرفين الصحيين اللي في المدارس والدائرات الصحيات على طرق الوقايه وعلى طبيعه المرض وعلى طبيعه الانتشار. بيتم ده طبعا بالتنسيق مع مديريه التربيه والتعليم اللي موجوده في كل محافظه. عظيم. طيب دكتور محمد، احنا مركزين فقط مع طلاب الاعداديه ولا في طلاب من مراحل تعليميه اخرى برضو بتشملهم المبادره؟ زي ما ذكرت حضرتك في الأول، دي السنة الرابعة، فده معناه أن الطلاب الثانوي تم فحصهم في خلال السنوات الثلاثة اللي فاتوا. فالطالب اللي في الإعدادي دلوقت الثلاث سنين اللي فحصنا اللي في المرحلة الثانوية الحالية، لكن ما يعادش فحصه مرة تانية قد يكون أصيب أو كده؟ بيعاد بعد كده، بس مش يعني مفيش مبادرة ليه قامت دلوقتي، كفحوصات دورية أو كده بتحصل بصورة عن طريق غير مبادرة يعني بصورة عادية. دكتور محمد، إيه أهم أسباب الإصابة في عمر زي ده بفيروس سي؟ أكيد طبعا الفيروس سي انتشاره الأساسي عن طريق الدم، فبيكون عن طريق الوخز بحقن بسرنجات ملوثة أو حقنة ملوثة، نقل الدم. في البعض بيصاب من الام من فتره سابقه، لكن مع الاسف احنا ما بنقدرش ان احنا نفحص قبل المرحله الاعداديه، لان العلاج بيعطى في سن 12 سنه، فده السبب اللي احنا بنبدا على في المرحله الاعداديه في الفحص. بيصاب من الام، حضرتك تقول تقصد ان هو عامل وراثي مثلا؟ لا، مش عامل وراثي، من الطفوله، ممكن يكون من الطفوله، من الولاده او كده.
لكن العدوى الاساسيه بتنتقل عن طريق الدم، عن طريق نقل الدم او عن طريق الوخز او عن طريق طبيب الاسنان بادوات غير نظيفه. كل الاساليب دي طبعا بيتم القائها على الطلاب في المدارس والاهالي عن طريق الزائرات الصحيات والفريق الطبي اللي موجود في المدارس. عظيم. يعني في توعيه كمان للناس بالاسباب اللي بتؤدي الى الاصابه بالفيروسي؟ اكيد طبعا طبعا، التوعية مستمرة. التوعية في بالنسبة للوزارة اختلفت طرقها وأساليبها، بقت متقدمة جدا، واللوحات الإرشادية موجودة في كل المدارس. عظيم. وعايز أقول لحضرتك كمان إحنا يعني برضو شغالين في المبادرة الكبيرة بتاعت الكشف على الأنيميا والتقزم وقصر القامة، ودي مبادرة إحنا بادئينها من خلال 419 فريق طبي، عاملين 255 عيادة ربط للكشف على الطلاب في المدارس، الطلاب الابتدائي قبل المرحلة الإعدادية. عظيم. وعندنا زي ما قلت لحضرتك 255 عيادة ربط في محافظات الجمهورية، والهدف من ده ان احنا نعالج سوء التغذية من الأول، من البداية، لإنشاء جيل صحي للاستفادة من الثروة القومية من الأطفال. نصايح حضرتك يا دكتور محمد للأمهات في مسألة سوء التغذية ده، وإزاي تتعامل مع الأطفال في العمر ده؟ إحنا في تنسيق ما بيننا وما بين المعهد القومي للتغذية وأساتذة الجامعة، مع استشاريين تغذية من الوزارة ومن أساتذة الجامعة ومن المعهد القومي للتغذية، عن طريق عمل برامج تغذية صحية للطلاب اللي بيتم الكشف الاكتشاف ان هم عندهم نوع من انواع سوء التغذيه ومسبب انيميا او قصر قامه او سمنه. بيتحط برنامج غذائي للطفل وبيتم علاجه، بالاضافه الى زي ما ذكرنا التوعيه المدرسيه عن طريق الفرق الطبيه اللي موجوده بصوره دوريه. الوجبه المدرسيه نفسها السنة دي مختلفة اختلاف كامل عن الفترات اللي فاتت، معاييرها طبقا لمعايير دولية محطوطة بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية. عظيم. دكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.